يقال أن الحاجة أم الاختراع، ويبدو أن حاجة ابن ولاية البويرة إلى جهاز تلحيم دفعت به لاكتشاف طريقة بسيطة جدا استعمل فيها قليلا من الملح والماء فقط، ونجح في تلحيم الحديد بكل سهولة. من طبعا تاعي نحب نجرب، جربت هذه البوستاسيو دي هذا بالماء والملح ونجح لي بقامطة وشكارة ملح سودي كالآلة تاع البوستاسيو دي. تسمى كل إنسان كيما يكونش عنده بوستاسيو دي عنده كاش بريكولا خفيفة ولا شكارة ملح باقيطة وعندك لالي مليون بياسة من هي ومنها تاع نحاس وانت مسودي الحاجة اللي تحتاجها يعني لا. حوض من البلاستيك به ماء مزج بكمية من الملح تحول إلى جهاز يسمح بتلحيم مختلف أنواع الحديد. مرة جاب لي صاحبي كرسي ما كانش عندنا بوستا سودي، قلت له بعد نجيبو شكارة ملح نسودو، ما حبش يستوعب الكلام هذاك. من بعد العشية من الفطور جبت له شكارة ملح درت القماطة هذه درنا فيها الماء لابانس وبديت نسودي. قال لي تبارك الله سوديت له كرسي كما لازم الحال. خدمنا كراس تيب بالكريك هيدروليك سمي كراس تيب بما يسعش الماء، وخدمت آلات تجيك لي بها قادرة خدمة تاع نهار تخدمها في ساعة تجيك لي بها لا تعب لا والو. فكرة بسيطة يستحق صاحبها الدعم والمرافقة من أجل تطويرها وإنجاز أفكار وابتكارات أخرى.